وكلما تأخر نتنياهو وداعموه عن الالتزام بهذا الاستحقاق كلما فقد المزيد من أسراه حياتهم على يد جيشهم بالقصف الصهيوني وبالصواريخ الأمريكية. ولن يستعيد الاحتلال الصهيوني أسراه لدى المقاومة إلا وفق شروطها والتي قدمت للوسطاء في مصر وقطر عبر صفقة حقيقية وجادة. وكلما تأخر نتنياهو وداعموه عن الالتزام بهذا الاستحقاق كلما فقد المزيد من أسراه حياتهم على يد جيشهم بالقصف الصهيوني وبالصواريخ الأمريكية. نؤكد هنا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي معالجة قبل أن تكون نقطة البداية هي الوقف الكامل والشامل للعدوان وسحب كافة قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين وإيوائهم وإغاثتهم والشروع في إعمار غزة ضمن برنامج واضح. ونعتقد أنه موضوع تبادل الأسرى هو يجب أن يكون في إطار صفقة عادلة.